أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وكوتش الكارير معنا النهاردة دكتور محمد الناظر شاهين كوتش الكارير. أنا دايما بحب أن بقعد مع حد في أي مهنة بيقسم لي الدنيا، فلو قاعدين مع حد بتاع سيلز فيبدأ يقول لي إيه اللي جوه، فإيه اللي جوه التخصصات؟ قبل كده كان الجلدية مع التناسلية كان التخصص واحد، وكان زمان لان التخصص ما كانش لسه الدنيا كبرت زي دلوقتي، فكان محطوطين مع بعض وخلاص. يعني دلوقتي التناسليه اتقسمت بقت هي حاجه لوحدها، فبقت الجلديه نفسها بقى عباره عن حاجتين، في جزء امراض جلديه وفي جزء تجميلي. انا شغلي اكتر ناحيه الجزء التجميلي، وان كنت شغال الاثنين بس شغلي اكتر ناحيه الجزء التجميلي. الحاجات التجميليه بتبقى حاجات دلع شويه، يعني حد ناس عندها شويه تجاعيد عايزه تضيعها، ناس عندها ترهل في الجلد، ناس عندها حسنات عايزه تتشال. ينفع شعري الحته اللي ورا دي فضيت زي دي مش كده؟ الحته دي فضيت ينفع نشوف لها اي صرفه بالله عليك بعد الفيديو؟ تزرع لها شعر بقى، بس دي تخصص تاني برضو، بس ده غير التخصص بتاعي. تخصص زراعه الشعر ده تخصص لوحده، يعني في ناس شغاله في زراعه الشعر دي هي بتعمل زراعه شعر بس، يعني عمليه مرهقه جدا. زراعه الشعر ده عمليه بتاخد لها بتاع 6 ساعات، ممكن تعمل على كذا يوم كمان. انا خالي بيسافر تركيا عشان يزرع ويجي، بس انا عايز حاجه بسيطه للناس الغلابه اللي زي حالتي. يعني في ناس في مصر كويسين دلوقتي احسن من تركيا كمان، بس مفيش بقى. انا قعدت فتره كده كنت بشتري ادويه اللي هو رش مش عارف ايه، وتجيب مش عارف حاجات غريبه وحقن ومش عارف بتحسن إيه. شويه بس طبعا مش يعني لو الموضوع وراثي بيبقى صعب ان هو يرجع زي ما كان. طب لو في حد بيعاني من القصه دي ممكن يبقى يجي لدكتور محمد، وممكن تعمل لنا خصم يا دكتور للناس اللي هتيجي الناس اللي هتيجي من القناه عندنا، بس محتاجين خصم على زرع الشعر. برومو كود بس احمد شاهين وهتلاقي لك 3 شعرات زياده. يمكن دلوقتي ناس كتير بتجري شوية على التجميل للأسف، يعني الدنيا والسوشيال ميديا والميديا بشكل عام تزق الناس ناحية الحتة دي، لأن البيزنس بقى كبير قوي. في حاجات كتير قوي في المجال بتاع التجميل دلوقتي هي فنكوش، يعني بتلاقي حد راح للدكتور قال له أنا هعمل لك مش عارف خلايا جذعية، تعمل لك مش عارف ايه، شوية جلسات اللي مش عارف ايه، جلسات 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 جلسات، فتلاقي حد مثلا يجيله حد شعره مثلا زي كده شكرا، تلاقي الدكتور وعده ان هو في خلال كام شهر مع كام جلسه شعره ده هيبقى زي الفل. تمام، مش بعيد تلاقي الدكتور نفسه اصلا. طب ازاي انت هتساعدني وانت مش عارف تساعد نفسك بالظبط؟ فهتلاقي ان هو وتلاقي حد راح وقعد يدفع فلوس قد كده وفي الاخر لا مفيش حاجه. فده الشغل اللي بقول لك اللي هو مفيش ضمير، وده في المجال بتاعنا بتاع التجميل ده للاسف مفيش اكتر منه، وده للاسف بقى نسبه كبيره قوي. عدد الدكاتره اللي بيشتغلوا بضمير اللي هو مش هيعمل لك غير الحاجه اللي فعلا هتبقى فعاله والكلام ده كله. ممكن الدكتور يبقى غالي، زي مثلا انت بتعمل الحاجه الفلانيه العمليه الفلانيه او بتعمل الحاجه دي، انت مقدر مجهودك مثلا بمثلا 10 جنيه في غيرك بيعملها ب5. صح، بس انا مثلا لما انا هعملها لك ب10، بس ال10 دول انت ضامن ان انت هتاخد بيهم حق كواليتي معينه جوده معينه، لكن في غيرك ممكن يعملها ب5 بس يديك حاجه. صح، بسيطه، او ممكن يبقى بيعمل في اللي بيعملها ب5 وبيعملها كويس برضو. صح، بس يعني فمش شرط ان ده حد مثلا غالي ولا رخيص، بس هي فكره ان هو بيبيع لي ايه. صح، ممكن يكون بيبيع لي الوهم، يعني في ناس بتبيع الوهم باسعار رخيصه، فيدي تلاقي مثلا واحد راح عمل مثلا 20 جلسه عند حد، وال20 جلسه دول كل جلسه منهم باكس صغير جدا، بس في اخر دافع مبلغ قد كده في الولا حاجه. احنا الطب نقسمه لنصين كبار جدا، نص بطنه ونص جراحه. بطنه دي يعني انت راجل معاك ورقه وقلم، حلو، انت هتكشف على المريض وتكتب له عليك بس. حلو، كل ما هو جراحي الحاجه اللي انت هتمد ايدك تعمل حاجه. حلو جدا، تعمل عمليه تعمل مش عارف ايه. فرق الدخل بين الباطني والجراحه فرق يضحك. فلوس فلوس. اوكي، لان انت في الاخر كشفك هيبقى كام؟ 300 400 500 700 800 جنيه. كويس، انت ليميتد بعدد الناس اللي انت تشوفهم في اليوم. كويس، وده اللي بيخلي الدكاتره الباطنيين منهم ناس تزود قوي في عدد الناس اللي بيشوفوها عشان يحاول يعوض الدخل، عشان لو هعمل عمليه هاخد فلوس اكتر. لكن انا هعمل عمليه واحده ب 100 كشف من بتاع البطنه. صح، فتلاقي مثلا بتاع الجراحه اللي هو العادي، مش بتكلم على الناس اللي هم الفطاحله، يعني في الفطاحله ده تلاقي مثلا بيعمل في الاسبوع 5 6 7 عمليات. حلو، وكل عمليه بياخد له فيها رقم، فده باشا يعني ده عدى خلاص. يعني انا في دكاتره انا عملت عمليات قبل كده، في دكتور اللي هو طب هو بس بيخلص عمليه وانت اللي بعديه، هي بيسموها لستة دي، يعني هو عنده في اليوم 3 عمليات مثلا، كذا عمليه ورا بعض، فهو بيخلص دي يطلع دي يطلع دي، هو بيبقى مرتبهم، فهي اسمها لستة. حلو، ده كده عندك ربنا يرزقنا بلستة كبيره كده يا دكتور. ب
بتاع البطنه ما عندوش الكلام ده، وبيروح عيادته يقعد فيها شويه ويروح. فاللي يقدر يزوده ايه؟ يزود عدد الكشوفات، فكل ما يقدر يزود علشان يحاول يعوض الكلام ده. بتوع الجراحه اغلبهم لكن مش كلهم تلاقي العياده فاضيه، ما فيهاش عدد كبير من الناس، اللي هو مش معتمد على الكم الرهيفه، ممكن يشوف له في اليوم 7 8 10 15 يعني لما يكون ده. وان كان في جراحين لا يعني ممكن تلاقي بيبدا عيادته الساعه 7 ويخلصها الساعه 3 بالليل. فيعني موجودين يعني موجودين بتاع. بس هي طبعا مش ده الاصل يعني، في كل مجال في كام واحد هم اللي كده والباقيين اللي هو الافرج العادي. ايه اكتر حاجه بتستمتع بيها في الشغلانه بتاعتك، او اكتر حاجات بتستمتع هي بيها؟ اكتر حاجه في الدنيا ممتعه في الدنيا ان انت يجي لك حد مبسوط ان هو خف. هو كلام يبان شكله بتاع كلام يوتيوب بتاع، بس هو فعليا انت كان في حد عامل بوست على الفيسبوك قريب ان اكتر حاجه مرعبه بالنسبه للدكتور هي التليفون، لان انت لما المريض بيكلمك دي يبقى في مصيبه يعني، في مصيبه، فانت ايه بتتعامل مع ان في مصيبه. فلما حد بقى يجي لك ويقول لك شكرا انا كويس الحمد لله الرعب كله هو جاي لك في الاعاده يعني، هو جاي في الفولو اب بقى ايه، يقول لك انا كويس او يقول لك انا وحش. اوكي فانت بتبقى الرعب كله انت في الاكش عارف السسبنس لحد ما يخش ها اللي هو انت تمام لا الحمد لله طيب مش هتطلع بره. ايه اكتر تحديات بتواجهك في الشغلانه؟ برضو يعني شايف ان اصعب حاجه بالنسبه لاي دكتور حاليا في المجال بتاعنا ان هو يعرف يتعامل مع ضميره، لان انت اسهل حاجه في الدنيا ان انت تحكي على اللي قدامك. احنا المجال بتاعنا غير اي مجال في الدنيا. انا دلوقتي انت لما بتتعامل في اي مجال تاني اللي قدامك ما بيبقاش صريح معاك، يعني هو جاي علشان يستفيد منك باقل خسائر ايا كان المجال اللي انت بتشتغل فيه. فعاده بيقولك حاجه ويخبي حاجه ويلف ويدور عليك وكده، لكن انت كدكتور الراجل جاي بيسلمك نفسه، بيقولك كل حاجه بصراحه كل حاجه ويستنجد بيك. فانا لو بعت له الترماي حرفيا هيصدقني، لان هو متوقع بدامه هو قال لي كل حاجه بصراحه ان انا كل حاجه هقولها له بصراحه برضه هتبقى بصراحه. فبتلاقي ناس للاسف بتستغل الموضوع ده استغلال الغلط وبمنتهى السهوله تقدر تعمل الكلام ده الا لو انت ضميرك يعني هو اللي بيحكمك. قصة الضمير دي انا شايف انه اكبر تحدي في الدنيا، لان شغلنا سهل جدا انها تكسب منها من حرام، بس فكرة ان انت يبقى عندك بقى الضمير وان خايف من ربنا وان ربنا يبارك لك والكلام ده كله، ده انا شايف انه تحدي جبار. الحاجة التانية ان انت بقى الدكاترة بقوا كتير قوي دي حقيقة، فانت علشان تعرف تنجح مضطر انت لازم تتميز غصب عنك، يعني ما ينفعش تشتغل زي الدكاتره التانيين، هتبقى في الاخر تايه في وسطهم. عشان تعرف تعمل حاجه لازم تتميز بحاجه، الحاجه دي ممكن تبقى سكيل جديده تتعلمها، تسافر تتعلم حاجه جديده في عمليه معينه بقى انت حاجة معروف. انت تتخصص في حاجه معينه تعرف تعملها احسن من اي حد غيرك ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها، بس لازم تبقى من الاول انت عارف ان انا مش هشتغل زي بقيت، انا لازم ادور على الحاجه اللي انا هعرف اعملها احسن بقيه الناس كلها، بحيث تبقى عارف فلان ده بتاع الحاجه الفلانيه دي، تقال حاجه فلانيه دي تروح عند فلان. ايه اكتر حاجه انت بتحبها، او لما بتيجي سيره الحاجه دي بيقولوا ان دكتور محمد ناظر دي اكتر حاجه مفضله بالنسبه له، او هو شاطر في الحته دي؟ يعني انا من الحاجات اللي انا يعني اظن ان انا يمكن من احسن الناس فيها في اطار العالم العربي مثلا، في مثلا ويمكن احسن ناس كتير في على مستوى العالم فيها، يعني ده بفضل ربنا والله يعني، بس مش حاجه يعني مشكله عند بعض الناس بتبقى عندهم في الحته دي زي تجويف حوالين العين. التجويف ده بيعمل الناس خلين شكلهم تعبان دي حقيقه عارف الموضوع ده. فدي في طريقه من حقنها ماده حاجه اسمها فيلر، بحيث ان المكان ده يتفرد يبقى شكله كويس. اصبح ان الموضوع ده من الحاجات اللي انا بعملها كويس، ان عملتها كتير، بقيت حتى بديفلوب تكنيكس خاصه بيا الى حد ما في الموضوع ده، فخلت الحمد لله يعني بقيت من الحاجات اللي الناس بتربطك بيها. يعني انا قريب كان مثلا حصل في مركز في طنطا حتى مش بعيد خالص عن القاهره عند احمد ابو زيد الكيس دي عند احمد ابو زيد يا جماعه لازم كان بياكلوا مهلبيه احمد ابو زيد الرساله دي ليك
عشان انت ما اكلتناش مهلبيه اخر مره يا احمد ابو زيد. اه من ساعتها باي سنه مستنيها. اه يا جماعه اعملوا تاج لاحمد ابو زيد يا جماعه في الفيديو ده، عشان احنا لينا عزومه عند احمد ابو زيد، نروح نركب انا ودكتور محمد ناظر حمرتين عند احمد ابو زيد وناكل مهلبيه. المره اللي فاتت ركبت الحماره من غير المهلبيه، كنت متضايق قوي بصراحه. فكان في مشكله واحده حصل عندها مشكله هناك، فانها عملت الموضوع ده وما كانش طالع زي ما هي متخيله. فكان نتيجته انها خلاص احنا انا هرجع للدكتور محمد ناظر. وهم وافقوا، يعني اصبح انت عارف اللي هو ايه، انا اصبحت حكم في الكيس اللي هي بتاعت دي، خلاص بقى ريفرنس ان هو ايه حاجه زي كده. طب نرجع بقى للدكتور محمد ناظر. دي حاجه كانت بالنسبه لي يعني بسطتني على بس طبعا. بس اون ذا اذر هاند تحس انها مسؤوليه طبعا، ان انت برضو يعني الموضوع يخوف. يعني ايه اكتر كيس عمرك ما هتنساها؟ انت عمرك ما بتنسى الحاجات اللي انت بتغلط فيها، او الحاجات اللي حصل فيها ان الشخص خف فوق توقعاتك. لكن طبعا انا اللي ما بنساهمش ابدا الحالات اللي انا غلطت فيهم، ان انا عملت حاجة غلط او لم اوفق فيهم، مش نسيهم ابدا. يعني الحمد لله هم قليلين، الحمد لله ان المجال بتاعنا الغلطة فيه مش بمصيبة زي القلب والبطن. يعني انت في الجراح مثلا لما بيغلط بيموت واحد. طبعا فده ناس المقص يعني جوه وحاجات كده غريبه جدا. وفي الاخر على فكره الناس بتقعد تعمل هوليلات على الكلام ده، بس انت في الاخر يعني انت لو مهندس انت الغلطه بتاعتك مبنى بيقع. لو انت كهربائي غلطه بتاعتك هتعمل ايه؟ يعني كهرباء تقطع. لكن لو انت راجل بتبني كوبري الغلطه بتاعتك في ناس كتير 1000 واحد ممكن يموتوا في حاجه. صح. فهي انت في مجالات الريسك بس كل ما الريسك زاد كل ما فلوس الدخل بتاع المجال ده بقى ازيد. اللي بيعمل مثلا عمليه جراحه من الجراحات الكبيره مثلا، في جراحات اتعاب الدكتور في العمليه بتوصل 250 300 الف جنيه. فهو بيخش يعمل عمليه يطلع ياخد في جيبه 300 الف جنيه. طيب بس هو مثلا الغلطه في ايده فعلا الشخص بيموت، ما فيهاش كلام. يعني هو فعلا غلطه بيموت، فهو بياخد فلوس كتير لان المسؤوليه كبيره جدا، ويوم لما بيغلط بتلاقيه في المحكمه. فهي الموضوع بسيط. احنا الغلطات بتاعتنا لحد ما هي بسيطه، وان كان فيها غلطات ممكن تشوه. ممكن تغلط غلطه الشخص يتعمي في ايدك، ودي غلطه ما فيهاش سامحك. ولان زي ما بقولك المجال بتاعنا مغري شويه، ساعات في ناس بتشتغل وما هياش دكاتره. اوبا. طب ازاي يعني ازاي افتح عياده وامارس المهنه كده؟ يعني انت عارف يعني في ناس كتير اكتشفوا بعد كتير ان هم مش دكاتره. في مره مريضه جات لي اكتشفت ان اللي عمل لها الموضوع ده اداها الحقنه دي ما كانش دكتور، كان اخصائي علاج طبيعي اصلا. بقى بالظبط رفعت عليه قضيه ودخل السجن لان هو اشتغل طول عمره شغلانته كارثه وعمل لها مشكله. فلما يعني دورت بعد كده اكتشفت ان هو اخصائي علاج طبيعي ما هوش دكتور. انت عارف انه ساعات في الكوتشنج الناس بتبقى شايفه الموضوع ده واحد هروح اقعد معاه اتكلم معاه وبس وخلاص. يعني انا شخصيا ما درستش ولا لايف كوتشنج ولا ريليشن شيب كوتشنج. ممكن يجي لي حد وانا لايف كوتش، يعني في لايف كوتشز كتير سمعنا عنهم، وراح له حد عنده اكتئاب، بس اكتئاب محتاج سايكايتريست، محتاج حد يديني علاج مش يقعد يتكلم معايا او يديني ادوات بقى من اللي احنا درسناها في الكوتشنج. فطبعا الكوتش ساعات ممكن اللايف كوتش ده يغلط لو هو مش بيراعي ضميره بقى، نفس القصه نفس يعني فكرة. فيروح عاكك، فالكلاينت اللي جاله يعمل كوتشنج ده يروح ينتحر مثلا. بالظبط. فبنسمع حاجات من دي كتير، فالموضوع مرعب جدا. ذاتس واي انا بحب الكارير وبحب. احنا طولنا عليك جدا يا باشا، انت اتشرفت بيك والله. انا كمان والله. طب بس احنا في حاجه كده بحب اقفل بيها الحلقه الصراحه. بتحب تسمع اغنيتي؟ في سؤال دايما انا بحب اساله في اخر كل حلقه. السؤال ده ببساطه قول لنا، لو انت يرجع بيك الزمن وحد قال لك حاجه، الحاجه دي لو اتقالت لحد دلوقتي او الناس اللي بيسمعونا دلوقتي سمعوها ممكن تفرق في حياتهم، هتقول ايه؟ كل ما تدي اكتر من غير مقابل كل ما المقابل يزيد. مش قادر اوصفها لك يعني، يعني مش عارف افسرها لك ازاي، بس يعني كل ما تدي الناس من الحاجه اللي انت فيها من غير مقابل، يعني تديها لهم كده، تساعد الناس بحاجة او تديهم حاجة او تعالج الناس من غير فلوس او اين كان الحاجة، او تديهم نصايح او تحاول تساعدهم اين كان بشكل المساعدة من غير مقابل، من غير ما تطلب مقابل في القصة دي، كل ما بتلاقي ان المقابل اللي بيجي لك في شغلك بيزيد. سبحان الله، دي حاجة. اه ربنا بيبارك في كل حاجة. بشكل رهيب يعني.
ربنا يكرمك يا دكتور. والله انا يعني نورتنا والله، والله بجد مبسوط جدا. والواحد يعني انا اسف ان انا عطلتك وخدت من وقتك وضيعت اليوم. هنعمل ايه بقى، متعب. ربنا يكرمك يا دكتور والله. في حضن كده دايما بقى في اخر البتاع، ولا انت مش هينفع عشان الميكروبات الدكاتره مش هتعمل ازاي.